السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اطفال يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. النهاردة بقى عندنا حكاية جميلة وحلوة قوي بتاعت مروان ومازن وردينة. التلاتة دول اخوات، بس مروان ومازن كبار شوية يعني، وردينة حتة السكر، البنت البلسم الجميل اللي بيحلي المكان كله ما بين اخواتها وما بين ابوها وامها وما بين العيلة كلها. رودينا بنت جميلة قوي وحلوة ولذيذة. يلا عشان نقول الحكاية الجميلة بتاعتنا. مروان ومازن كانوا قاعدين مع بعض، هما حلوين وكبار عن رودينا. فجت رودينا قالت لهم ايه؟ يا مازن يا مازن. قال لها نعم يا رودين. هو انت مش هتروح الكلية؟ قال لها اه رايح. وانت يا مروان مش هتروح الكلية؟ قال لها برضو رايح. عايزة ايه يا رودينة؟ قالت له انا اختك حلوة الصغنونة. قالوا لها ايوة يا رودينة. ادوني 5 جنيه بقى. ايه ده 5 جنيه تعملي بيها ايه يا رودينة؟ هروح اركب بيها المرجيحة قبل ما ماما تيجي، عشان لو ماما جت هاخد منها 5 تاني. قال لها ايه ده، انت ما تعرفيش ان كده غلط؟ قالت له ايه يعني، انا عايزة اركب المرجيحة واتفسح وانا اختكو حلوة الصغنونة. قالوا لها ماشي، انت اختنا حلوة الصغنونة بس لازم الاول تقولي لماما. قالت لهم خلاص ماشي هقول لماما، هاتوا بقى ال5 جنيه. قال لها لا مفيش خمسات، قولي لماما الاول. ماما بقى ايه سمعتهم، قالت لهم تعالوا هنا انتوا في ايه؟ قالوا لها يا ماما رودينا كانت عايزة 5 جنيه تركب بيها المرجيح، واحنا قلنا لها لا وقولي لماما. قالت كمان ماما هاخد منها كمان 5 جنيه واركب بيها. قالت لها تعالي لي يا رودينا هنا. نعم يا ماما يا حبيبتي. قالت لها ايوه يا رودينا، اضحكي عليا بكلمتين. قالت لها يا ماما انا مش بضحك عليكي، انت حبيبتي والله يا ماما. قالت لها طيب انت عايزة 5 جنيه من اخواتك ليه؟ قالت لها عشان اركب المرجيحة. قالت لها طب وهتيجي تاني تاخدي مني 5 جنيه تاني ليه؟ قالت لها عشان برضو اركب يا ماما المرجيحة. قالت لها وانت هتركبيها مرتين؟ ايوه يا ماما انا بحب اركب المرجيحة كتير. قالت لها طب وايه رأيك اللي يوديكي كل يوم تتمرجحي يا ست زي ما انت عايزة؟ قالت لها ازاي يا ماما؟ قالت لها مش انت بتروحي الحضانة؟ قالت لها اه يا ماما. قالت لها خلاص روحي الحضانة وذاكري والتزمي وانا اوديكي كل يوم تتفسحي واوديكي كل يوم الملاهي. قالت لها والله يا ماما؟ قالت لها اه. لا خلاص انا هروح يا ماما زي ما انت قلتي والتزم، وبس انا يا ماما لسه صغيرة انا مش عايزة اروح الحضانة. قالت لها لا كلهم شاطرين، العيال الحلوة الشاطرة بيروحوا الحضانة، لازم يا رودينة تروحي الحضانة. قالت لها هو كده يعني عشان ابقى شاطرة يا ماما؟ قالت لها اه يا حبيبتي، انت لما تروحي الحضانة وتلتزمي وتكتبي الواجب زي اصحابك هتبقي كده بنت شاطرة. لا خلاص يا ماما، وتوديني الحضانة وتوديني المراجيح يا ماما؟ قالت لها اه يا حبيبتي اوديكي المراجيح. قالت لها خلاص يا ماما انا هسمع كلامك وهروح الحضانة والتزم عشان انت كمان توديني المراجيح يا ماما. قالت لها ماشي ماشي يا رودين حاضر. مروان نعم يا ماما، انت دلوقتي وراك مذاكرة؟ اه يا ماما. طيب يلا ذاكر. وانت يا مازن؟ انا عندي درس يا ماما. طيب يلا روح الدرس يا حبيبي وتعال، وان شاء الله بإذن الله تنجحوا وتبقوا حاجة حلوة في الدنيا يا رب. وانتي؟ وانا ايه يا ماما؟ بس في ايه يا ماما؟ يعني انتي مش عايزة تنجحي زي اخواتك وتبقي حاجة حلوة في الدنيا؟ ايوه طبعا يا ماما لازم انجح وابقى حاجة حلوة قوي في الدنيا. شاطرة يا رودينة، يبقى انت تعملي ايه يا رودينة؟ اروح الحضانة واذاكر يا ماما كويس وابقى حلوة واسمع الكلام. شاطرة شاطرة شاطرة، برافو عليك، شاطرة يا رودينة، انت كده بنت شاطرة. مازن ومروان ورودينة ولاد ايه؟ حلوين قوي يا ماما وشاطرين،
بس انت نسيتي بنتك الحلوه الصغننه. لا والله ما نسيتكيش يا حبيبتي، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا ماما، بس انت قلت هتوديني المراجيح. ايوه يا رضينا هوديكي، حاضر. يلا دلوقتي كل واحد يعمل اللي وراه، ماشي؟ ماشي يا ماما حبيبتي، انا بحبك قوي يا ماما. وانا كمان بحبك قوي يا رضينا. خلصت الحكايه بتاعتنا، يا رب نتعلم ونفهم ان ماما وبابا دول لازم نسمع كلامهم في كل حاجه، وما نعملش حاجه الا لما نقول لهم. دلوقتي اقول لكم ايه، الى اللقاء يا اطفالي يا حلوين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.